3 كيلو. هذا عبد صالح عمره 3 سنوات. 3 سنوات وزنه 5 كيلو. أبوه يعني في الأسواق ما معش أي 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 دخل. العلاج لازم يستمر معاه طول السنة. ضمور في الدماغ يعني لما تشوف تجي الحالة كيف تحس إنه في ألم في نفسك أنت. كيف براز؟ تسلاح ولا محمير؟ ما ما ما, ما فيش. أفضل. غدير عمرها 9 أشهر. وزنها أقل من الطبيعي. المولود اللي بيولد الآن وزنه 3.5 كيلو الطبيعي. فهذه 9 أشهر. هذا الوزن انا اعتقد انه 3.5 4 يعني ما نصهم ماتوا من القصف ونصهم ماتوا من جوع ونصهم يعني رفعوا الحرب وخلونا نخترج. بازية شوف الأم بريكفاست نو ما أكلت اليوم هنا. ليش؟ لأنها حامل وحم يعني حامل ما تشتيش حاجة. طيب هذه عندي أسبوع إيش أقدم لها؟ المفروض أنا الأم معايا لها رعاية، الطفل معايا له رعاية، كل أم تختلف. هذه تحتاج رعاية طبية وتحتاج غذاء. بالنسبة للمنظمات، المنظمات موجودة لكن أنا معي 7000 طفل سوء تغذية سام في المديرية. سمعتها؟ فما فيش حل أطفال سوء التغذية إلا رفع الحرب. والله لو جي 20 منظمة 20000 منظمة كلها كذب، غير رفع الحرب ما فيش. صدق أمانة يعني الأسرة تشتي تاكل، تشتي تشرب، تشتي تلبس، تشتي علاج. فين منظمات؟ منظمات اللي بالمليار، في ملايين المليارات بتنزل للشعب اليمني مساعدة قدو قتل ومساعدة. هذا من المجتمع المضيف يعني مش نازحة، من المجتمع المضيف. لأنه حتى حصة المنظمات الداعمة غير كافية. تجي تقول لهم الحصة هذه لمين؟ يقول لك للنازح. تجي تشوف النازح ما اكتفاش. ذي المجتمع المضيف يعني احنا ضعنا بين المجتمع المضيف وبين النازح.